اهو اهو ما هي الاحسن انت بتلحسها على طول يا هلا يا هلا. سيبك من الترانانسين والكلام الفارغ دي. انا زي ما بقول لك كده، انت هتطلع على الغد تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباق وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين. هو هيقع لوحده. بعد كده جينا صباع تاني. ماشي يابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحدة صحية في البلد كلها. هروح اتعالج فين؟ يا واد وحدة صحية ايه؟ ولو في وحدة صحية ايه اللي يوديك الوحدة الصحية يا واد؟ ولا اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنة اللي عندنا في البيت. ايه؟ الفرنة الفلاح الحلوة دي تظبطها على 220 ايه؟ اعلى درجة حرارة. وتدخل دماغك في صنيج بالرقبه. انا عشان بحب الرقبه. تدخل دماغك جوه كده اهو في الصنيج وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم هي دماغك هتقع لوحديه هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى مرضك بالمره. اهو تحديد اسمه ايه دي؟ تحسيس الناس. وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنت انت صغيره على الجواز يا بيه. يعني انت تعرفي النعجه بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجه بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيال، بقول لك يا ابو العيال، اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شويه احسن بصراحه. يعني الفلوس اللي بتيجي من الاناي محدش يعرف عنها حاجه. ايه جرى يا فاطمه؟ ما هو اللي بيجي من الاناي
على اللي بيجي بالحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك، وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطمي تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمي تقوليلي، اقول لك سلام عليكم تجيب اتنين بداء. طب وانا اعمل ايه يعني يا اخويا؟ وبعدين العيله عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ اه والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولدي، وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنت يا فاطمي، العيال دول ما بيحمدوش ربنا. أيوة. مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا. هنتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. اه عشان انا جاتلي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله ده ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا، انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده، انا هوريكم الخير كله. آه غفير طار وزع المعلوم. اه اها معلوم بقى. شوف الحياة الجديدة اللي هتشوف. يلا اطلعوا. شوف 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 هتعرفوا كل حاجة معاي. أنا هجلجلكم الجمعة الجاية فيه معرض للسلع المعمري. ادعولوا ادعولوا يعمل بيت أبوه. كمان ادعولوا يعمل بيت أبوه. نحن نحمل الخير للقرية كلها. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. دي العيد بينها وقت. يا ولادي الذي ايديه كل دي سكر وزيت وسوق. يا بكرة يا ماكر خيري تعرف زمان خيري من خير خيري. لحمة وسامني ادعونه ادعونه يعمل بيت ابوه. يا ولادي. يا ابو العيله. الله يا ابو العيله. طلق يا ابو العيله. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يعني ناو ناو. يا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اطلق فاطمه. فاطمه لا، انت ناسي يا جناب العمدي، ناسي انا اول واحد في الكفر كلها اتجوزت، انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر. أنا مش هطلق أبداً، مش هطلق يا جناب العمدي، مش هطلق مش هطلق. أيوة مش هطلق. يا فاطمي يا فاطمي طلقك يا فاطمي. أنت يرضيك إن أنا طلقك يا فاطمي؟ أنت ناسي أنت والعيال لما كنت بتحبوني كنت بتغنولي وكنت بتقولولي إيه؟ أيوة فاكرة يا أبو العيلة. ودي حاجة تتنسي يا أخوي؟ افطرنا افطرنا ثم جرعنا اللحم معاك. افطرنا افطرنا يوم ما فرحنا كتبنا معاك. لا يغديني ولا يعزيني. افطرنا افطرنا افطرنا.
نشيزوا وانا ما بقولش حاجه. نسيتوا دي كله يا فاق. انا مش هطلع مش عشاني، لا عشان فاطمه وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. فده يرحل يا عم. ارحل يعني امشي. الله، ولادك هم بنفسهم بيقولوا لك ارحل. لا يا عم انت سامع غلط، هم بيقولوا ايه الحل، هم مش عارفين الحل ايه. يا ولاد عيب كده، ده مهما كان ابوكم برضو. ابوني ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. احنا اصلا مالناش اب. وبعدين خلاص احنا حبينا العم دي. وعلى راي الناس الاكتر واحد بيصلي وحافظ كلام ربنا. الا مين ده يا ولد اللي حافظ كلام ربنا؟ انت يا جناب العمدي. ايوه صح. ما تخافش يا ابو العلا، انا اضمن لك ان انت تخرج من الدار دي الخروج الامن. ايه رايك تروح كفر الشيخ؟ لا انا مش هسيب الدار دي ابدا. انا اتولدت هيني وعشت هيني ودافعت عن الدار دي هيني، وهموت هيني. ايه؟ وهندفن هيني. ايه دي؟ تموت هنا وتدفن هيني؟ امال انا اتجوز فين؟ طب انا هتجوز هيني. طب امضي يا ابو العيله امضي.